من زمان كان هناك شاب صغير يرعى الأغنام لأهل القرية في مروجها الخضراء، وكان يقضي يومه في حراسة القطيع من الذئاب ويراقبها باستمرار. والأغنام تأكل وتشرب من ماء الجدول العذب وتنتقل في المروج المعشبة وهو يراقب ويراقب، ولكنه أصبح يشعر بالملل والضجر فلم يجد ما يسليه. وفي يوم من الأيام خطرت في باله فكرة وقال في نفسه: سأصعد أعلى التلة وسأصرخ بصوت عال: يا أهل القرية أنجدوني، فقد هجم الذئب على القطيع. وفعلا صعد أعلى التلة وبدأ بالصياح، فلما سمع أهل القرية صوته هبوا لنجدته ولحماية أغنامهم. ولكن عندما وصلوا ادعى أن الذئب هرب لما رأى أهل القرية سينقضون عليه. وفعلا انطلت الحيلة على أهل القرية، وعندما غادروا صار يضحك ويضحك، وظن أنه بهذه الفعلة يسلي نفسه. وفي اليوم التالي كرر فعلته واحتال على أهل قريته الطيبين، ثم ادعى كذبا أن الذئب هرب لما رآهم قادمين نحوه، ولكنهم ارتابوا من قوله وشكوا بصدقه، فخشي منهم لما رآهم غاضبين، فاعترف لهم بأنه يمزح، فازدادوا غضبا ووبخوه لفعلته، وحذروه أن يكرر ما فعل، فوعدهم ألا يكرر فعلته مرة أخرى. ومرت الأيام والراعي الشاب يراقب قطيع الأغنام، وإذا بعيده ينبح بصوت عال. صعد التلة وإذا بذئب ضخم يقترب نحو القطيع، ففزع الراعي وبدأ يصرخ: النجدة، أنقذوا أغنامكم، أرجوكم أسرعوا. سمع أهل القرية نداءه ولكنهم لم يستجيبوا له، فقد ظنوا أنه يكذب كما في المرات السابقة، فصار يبكي ويصرخ، ولكن أحدا لم يأبه لصراخه، فصعد شجرة كي ينجو بنفسه. ولكن الذئب بدأ يهجم على الأغنام وهو يراقب من الأعلى ويصيح: يا ويلتي. ففزعت الأغنام وبدأت بالهروب وتشتت القطيع. وبعد أن شبع الذئب غادر المكان، ولكن الراعي لم ينزل عن الشجرة خوفا من أهل القرية. وبدأت الشمس بالغروب، فقلق أهل القرية على أغنامهم، فقد تأخر القطيع عن العودة، فذهبوا ليطمئنوا على قطيعهم، فرأوا ما رأوا، فعلموا أن هذه المرة كان الراعي على حق، ولكن بعد فوات الأوان، فالكذاب لن يصدقه الناس حتى لو حدثهم بصدق. علم الراعي سوء فعلته، فأقر بخطئه الذي كاد يودي بحياته، فخداع الناس بالمزاح أو الكذب خلق مذموم ونهايته وخيمة. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.